القوافي مع عبد المجيد الطاسان. مساء الخير والإحساس والطيبة، مساء ما يليق للجمهور إذاعة ألف ألف اف ام الموج السعودية. هلا يا مرحبا، والجو رايق، هلا باللي لهم قدر ومعزة. أحييكم أنا عبد المجيد الطاسان من استديوهات إذاعة ألف ألف اف ام في مدينة الرياض. على قولة مهندس الكلمة سمو الأمير، إذا جاء الرياض دائما نتذكر بيت قال سمو الأمير بدر بن عبد المحسن. ما أرق الرياض تالي الليل. وأيضا لا ننسى الأمير سعد بن عبد الله يوم قال قلبي تولع بالرياض حب ورثته من الجدود. أرحب بمستمعي إذاعة ألف ألف اف ام الموج السعودية، سواء اللي يستمعون إلينا عبر تطبيق الإذاعة المتوفر على البلاي ستور أو الآب ستور، أو اللي يستمعون إلينا عبر موقع الإذاعة ألف ألف اف ام دوت كوم، أو اللي يستمعون إلينا وهم يقودون سياراتهم. واللي يقودون سياراتهم نقول لهم اليوم وكل يوم امشي بهداوة يا حلو، دربك خضر. ولا أنسى أقول عاجل اسمع آخر خبر، الحب من قلبي صدر. أحبكم يا جمهور ألف ألف، حب تعدى كل البشر ولا يهون مخرجنا الغالي إبراهيم عكيري. طبعا ولا يهون طبعا مخرجنا الغالي إبراهيم عكيري، وكذلك جميع من يستمع إلينا عبر الأثير مستمعي إذاعة ألف ألف اف ام الموج السعودية. طبعا قبل لا نطلع فاصل خلونا نسمعكم جديد الفنانة أميمة طالب. الفنانة أميمة طالب خصتنا بعمل من كلمات الشاعرة ملامح وألحان الأمير بندر بن فهد، عمل جدا جميل ورائع من ألحان سمو الأمير بندر بن فهد. وأنا طبعا ودي أتكلم عن الأمير بندر بن فهد كشاعر وكملحن. الأمير بندر بن فهد طبعا معروف بدعمه للمطربين الشباب الصاعدين، سواء بإعطائهم كلمات أو ألحان خاصة فيه. من أشهر الأغاني اللي لحنها لحن العباس إبراهيم في بداياته أغنية ناديت والليل جاوبني بكاني، اللي هي من كلمات الأمير خالد الفيصل والحان سمو الأمير بندر بن فهد. وأيضا كتب أغنية خصني بالتحية من كلمات طبعا سمو الأمير بندر بن فهد، وغنت الفنانة ابتسام يوم أقبل علي خصني بالتحية. هذه من الأغاني المشهورة لسمو الأمير، وأغاني كثيرة لحنها أو كتبها. وطبعا أذكر ما يخص سمو الأمير بندر بن فهد أنه دائما يخص بأعماله المطربين الصاعدين الشباب، ويعطيهم فرصة أنهم يظهرون للساحة الفنية. فكل الشكر والتقدير للأمير بندر بن فهد على دعمه للمطربين الصاعدين، وأيضا كل الشكر والتقدير للأمير بندر بن فهد اللي خصنا بهذا العمل للفنانة أميمة، وأيضا شكرا للفنانة أميمة اللي أيضا خصتنا بهذا العمل. خلونا نسمع أغنية أميمة طالب، أغنية المشاعر من كلمات الشاعر ملامح وألحان الأمير بندر بن فهد، حصري على إذاعة ألف ألف اف ام الموج السعودية. رجعنا لكم مرة أخرى، ورحب كل انضموا إلينا على السمع من مستمعي إذاعة ألف ألف اف ام الموج السعودية من استديوهات إذاعتنا في مدينة الرياض. طبعا محدثكم من أمان مايك عبد المجيد طاسان. قبل الفاصل سمعنا جديد الفنانة أميمة طالب من كلمات الشاعرة ملامح وألحان الأمير بندر بن فهد، هذه الأغنية حصريا على إذاعة ألف ألف أم. كل الشكر لسمو الأمير بندر بن فهد اللي زودنا بهذا العمل، وكذلك الفنانة أميمة طالب. طبعا كان مفترض أن تكون معنا الفنانة أميمة طالب اليوم، لكن بسبب ظروف السفر ما قدرنا ناخذها، لكن بإذن الله تعالى الأيام القادمة راح تكون متواجدة معنا عبر أثير إذاعتكم ألف ألف اف ام الموج السعودية. على بال ما نقرأ تغريداتكم، اللي حاب يتواصل معنا على الرقم 011-217-85-85 أو على الرقم 012-61-61-100. طبعا من ضمن التغريدات اللي وصلتني أبو خالد يقول شكرا لكم على بث أغنية المشاعر، جديد الفنانة أميمة طالب، عمل من الآخر روعة، روعة أميمة.
أيضا حسان يقول شكرا لكم على بث أغنية أميمة طالب، يقول نجاحات أميمة تتوالى مع كبار الملحنين والشعراء. أيضا خلود تقول شكرا لكم على أغنية أميمة طالب، أميمة تثبت يوم بعد يوم أنها من المواهب اللي تستحق التواجد بالساحة الفنية. أيضا نجوى تقول شكرا على أغنية المشاعر، وشكرا للشاعرة ملامح على هذه الكلمات الجميلة. أيضا علي يقول شكرا للأمير بندرمان فهد على هذا اللحن الرائع، اللحن الرائع، وشكرا له على دعم الفنانة أميمة. طبعا أحب أنوه دائما بأي أغنية تظهر، يعني العادة طبعا، وهذه يستهلون طبعا الفنانين، العادة طبعا نصيب الأسد يكون للفنان من الإطراء، فالناس تنسى الملحن وتنسى الشاعر وتنسى الموزع الموسيقي وتنسى الشخص اللي يسوي مكساج لهذا العمل، فأحيانا للأسف هذول ينسون ولا يأخذون حقهم من الإطراء والمدح. وطبعا وهذا دورنا احنا في إذاعة ألف ألف أم، طبعا احنا برنامجنا القوافي دائما ننحاز أكثر شيء للشاعر بحكم من برنامجنا يهتم بالشعر الغنائي، لكن لابد ننوه لحفظ حقوقهم الأدبية الفكرية، ننوه لاسم الملحن وكذلك اسم الموزع الموسيقي. أيضا أبو سعد يقول شكرا لكم على أغنية المشاعر للفنانة أميمة طالب، وإلى الأمام يا أميمة. طبعا ناخذ اتصال ونقول الاخ خالد بوزير من جده، وجده كذا ناس حلوه وبحر. مساء الخير اخوي خالد. مساء النور، الله يسعد جمالك ويسعد ليرك الجميل يا رب، وصوتك الحلو يا استاذ عبد المجيد، وده تسمعنا صراحه ان كان فنانين ان كان شعار، صراحه استمتع معاك المواضيع جدا. يا طيب الله يطول لي بعمرك يا غالي. اسمع لك قصيده العمر لحظه من كلمات خالد بوزير. تفضل يا غالي. يا وليفي حبي لك حقيقة مو سرابي، ترى العمر لحظة يا نسل الأجوادي، يا حلمي وخيالي في كل مكاني، يا أمل عمري وبسمة شفاتي، لا تغيب عني يوم وتشغل أفكاري، ترى حسنك فتني وعذب حسادي، حبيبي لا تتغلى في حبك وكافي دلالي، تراك تعبتني من طول الغيابي، تراك تعبتني من طول الغيابي. يا وليفي حب لك حبيبة مو سراب. سلام. ربي يسعدك أخوي خالد، وسعيدين بسماع صوتك. ناخذ اتصال آخر. طبعا يقول مخرجنا الاتصالات ناخذها بعد الفاصل، نذكر رقم التواصل اللي حاب يتواصل معنا على الرقم 011-217-85-85 أو على الرقم 012-61-61-100. خلونا نطلع فاصل ونسمع مع بعض جديد الفنان الكويتي المعروف حمد القطان، وأغنية يرضيك، كلمات الشاعر عبد الإله بن فهد، والحان المبدع المتألق أخوي الغالي حمد القطان. كل الشكر والتقدير لأخوي الغالي حمد القطان اللي تحفنا بكل جديد، وخلونا نسمع يرضيك. خليكم على السمع وربي يسعدكم. ورجعنا لكم مرة أخرى، ونرحب كل اللي انضموا إلينا السمع المستمعين إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. قبل الفاصل سمعنا جديد الفنان الكويتي المعروف، هو الملحن والمغني حمد القطان، سمعنا أغنية يرضيك. هذه الأغنية نزلت في بداية السنة الجديدة من كلمة الشاعر عبد الله بن فهد، وألحان وأداء حمد القطان. كل الشكر والتقدير لأخوي الغالي طيب القلب والذكر حمد القطان اللي زودني بهذا العمل، وطبعا زود إذاعة ألف ألف بهذا العمل، لكن يعني أنا أحب هذا الشخص بشكل كبير، تعرفت عليه بداية عملي في إذاعة ألف ألف أف أم أيام أغنية، يعني أيام بداياته لما ضربت أغنية ما في أحد مثلك يشتاق لي، هذه الأغنية اللي ضربت بشكل كبير، وما شاء الله تبارك الله مشاهداتها تجاوزت 50 مليون أو 70 مليون،
والآن أصبح حمد القطان أحد نجوم دولة الكويت وأيضا أحد النجوم في الخليج نجوم الشباب. فحمد القطان يستاهل كل خير كملحن وكمغني طبعا مهما تكلمنا عنه ما راح نفيه حقه. فشكرا لك يا حمد ورب يوفقك ومن نجاح لآخر يا الغالي. ناخذ اتصالات ونقول ألو يا غالي. ألو، أسعد الله مساك الأستاذ المتألق عبد المجيد الطاسان. ومساك يا طيب القلب والذكر من معانا موين يا عسل. الله يخليك يا رب، سعيد بسماع الصوت اليوم، سعيد بالمشاركة معاك أستاذي. أنا أسعد يا طيب القلب والذكر، الله يطول بعمرك. محمد النجار، مكة المكرمة. هلا وغلب أهل مكة. مكة أول شيء أبارك للفنانة أمامي طالب على الألبوم الجديد وأقول لها للأمام أستاذة يا فنانة أميمة، الله يسعدها ويوفقها وينجحها إن شاء الله دائما من تفوق لتفوق إن شاء الله. الله يسعدك. وبالنسبة لي طلب بسيط أبغاه. أنت ما تطلب، أنت تامر يا غالي. الله يخليك. نفسي أسمع قصيدة الأمير المتألق بدر بن عبد المحسن، طول الله عمره. وعمرك يا غالي، أبشر راح نسمعك بإذن الله تعالى. الله يديك العافية، شكرا جزيلا، وسعيد بصوتك وتشرفت وسمع صوتك الحلو هذا الجميل. الله يطول لعمرك، أنا اللي أسعد وسعيدين بتواصلك معنا يا طيب القلب والذكر، شكرا لك. ناخذ اتصال بعد نقول ألو يا غالي. طبعا انقطع الاتصال، الله لا يقطعنا من رحمته. خلونا نقرأ تغريداتكم، واللي حاب يتواصل معنا على الرقم 012-61-61-100 أو على الرقم 011-217-85-85. نايف مطيري يقول شكرا لكم، شكرا على أغنية يرضيك للمتألق المتجدد دوما حمد القطان. أيضا مقرن يقول شكرا لكم على أغنية حمد القطان يرضيك، يقول أتمنى الأغنية تنعاد مرة أخرى. أبشر يا الغالي، رح نعيدها بعد نهاية هذا البرنامج بإذن الله تعالى. مشاعل تقول أنا أحب الفنان حمد القطان وأحب كل ما يقدم، شكرا لك يا حمد، شكرا لك أنت. شامخ يقول أعشق كل ما يقدم حمد القطان، فكل الشكر للفنان الجميل حمد القطان، شكرا لك. أيضا سعد يقول شكرا لكم على أغنية يرضيك وأتمنى أسمعها مرة أخرى، شكرا لك. الجميل أبو ترف يقول يرضيك ما نسمع، يرضيك مرة أخرى. لا والله ما يرضيني، لكن أبشر إن شاء الله بإذن الله تسمعونها بحول الله تعالى بعد نهاية برنامجنا. ومعنا اتصال نقول ألو يا غالي. ألو. هلا وغرب الطيب الغالي، يا هلا ومسهلا. هلا اخوي عبد المجيد، شلونك؟ عساك طيب. بخير الله يسعد قلبك يا طيب القلب الذكر. ان شاء الله تمام. والله انا بالصدفه انا من زمان ما سمعت الاذاعه، وكل ما فر الاذاعه ما تجوز لي واطوف اللي بعد واسمع الثاني. بس شدني صراحه ما شاء الله تبارك الله عليك، يعني انا سمعتك على الاذاعه انه يقول استاذ عبد المجيد او الاخ عبد المجيد المذيع، فانا حبيت اشيد فيك، برنامجك جميل والله يا أخي. أنا طالع بالبرد، يمكن البرودة عندنا الرياض صفر اليوم. إيه نعم، يعني تخيل درجة الحرارة يعني أفضل. فطبعا أنا قاعد أسمع البرنامج، شدي الجو البرنامج جميل. إحنا من زمان ما سمعنا مثل البرامج الحلوة على الإذاعة. فاللي شدني أكثر أغنية جميلة سمعتها قبل شوي اللي قلت لي اسمها حمد القطان، أو صوت جميل جدا جدا. إيه نعم. جدا هذا الصوت، أنا صراحة يعني حبيت أدق وأشيد فيه. ومسي عليك أنتم مستمعينك بالخير. والصوت هذا ذكرني بالأصوات الجميلة القديمة اللي بالخليج وبالكويت صراحة، يعني أنا في المجال الفني، أنا ما أخفيك، أنا معك محمد الحمد من مدينة الرياض، أنا في المجال الفني الموسيقي بشكل عام. فالحقيقة أطربني جدا، رغم أن ما في تكلف في التوزيع، ما في تكلف في الأغنية، بس يا أخي صوت جميل وإحساس جميل رائع جدا، يعني نفتقد الأصوات مثل الصوت هذا. وأنا والله حييك أخوي عبد المجيد، وسعيد جدا إني أتواصل معاك على الإذاعة. أنا أول مرة أشارك معاكم صراحة الإذاعة على الفلسفة، والصدفة تحت راديو لقيت البرنامج. وحنا بالعكس حنا السعيدين بالتواصل معك، ووجودك مكسب لنا يا الغالي،
وربي يسعدك. انا ودي بس اخوي عبد المجيد حبيبي، انا والله صوتك ضعيف ما سمعت زين ترى. اقول حنا اللي محظوظين وسعيدين بالتواصل معك يا طيب القلب والذكر، وانت وجودك مكسب لنا، الله يطول بعمرك. انا الحين راح ادخل على الويب سايت تويتر، راح اسوي لكم اضافه وراح اضيفك انت شخصيا عشان اتابعك عن طريق تويتر بعد. صراحه انا سعيد جدا يسمع برنامج بالشكل هذا يا طيب. اتشرف ابد وحنا بين الايادي يا طيب. بعد واحده ثانيه الحمد القطان بنفس الجو، ولا عليك مره اسمع الصوت الجميل هذا، شدني جدا صراحه. ترى على فكره طبعا يمكن حمد القطان انت عارف انه هو ملحن ومغني بنفس الوقت، ولحن للعديد من الفنانين الكبار، لحن الراشد الماجد، لحن العبد الكريم عبد القادر. والله للاسف رغم اني انا بالمجال الفني يعني موجود، انا بالمجال الفني واشتغل اعمال وكذا ونزل اعمال كثيره، لكن ما سمع يعني القطان عائله كويتيه سامع فيها من زمان، لكن حمد تحديدا ما ادري، يمكن اول مره والله اسمع اسمه، وهذا شيء يعني مو من حظي صراحه، انا اعتبره سوء حظ. لا انا سمعت الان فوجئت صراحه. لا له اغاني جدا جميله ورائعه، هذا صوت مفعم بالاحساس جدا يا رجل، صوت جميل ذكرني بالاصوات الكويتيه القديمه، يعني الفن الكويت القديم، ترى الكويت ما شاء الله يعني ولاده بالاصوات بالفن من ايام طبعا الله يرحمه رباب، والله يطول بعمره ابو خالد، عبد الحليم القادر، نور عبد الله في الحانه القديمه ما شاء الله من الثمانينات الى الان، يعني تربينا سمعنا هذه الاعمال الحلوه اللي فيها الهنك الخليجي، الرتم الخليجي اللي احنا نفتقده الان في اعمال الافراح، صاير الايقاع السريع، الاعمال الضعيفه، الاعمال اللي فاقده للمضمون والكلمه واللحن وحتى التوزيع، تسمع تحس انها طقطقه مو اغاني. فانا صراحه اخوي عبد المجيد احييك وامسي عليك بالخير انت مستمعين، سعيد جدا اضيفني معك من ضمن المستمعين والمحبين لك وبذات. اتشرف فيك يا الغالي، وبالعكس وجودك مكسب لنا، واتشرف بالتواصل معك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكلامك اسعدني، يعني ثنائك بحمد القطان. حمد القطان انا عرفته عن قرب، رجل قمه ورجل روعه، فثنائك على حمد القطان اعتبره ثناء شخصي لي، فشكرا لك. جدا جدا رائع هذا الانسان، جدا تتعب تقول رائع. احنا قاعدين نسمع برامج تدع القنوات الفنيه ونشوف اصوات ما ادري من الناس هذه، نسمع اغاني على الاذاعات ما ادري هذول شلون طالعين، يعني لما اسمع واحد زي هذا يا اخي والله شيء يسعد صراحه، يعني فعلا اذا انك تعرفه شخصيا وصل له تحياتي واستمس عليه بالخير، وقل له يمشي على نفس الاسلوب هذا، لانه من الصراحه من الفنانين اللي ان شاء الله راح يوصلوا للقمه باسرع ما يمكن هذا الانسان اذا استمر بالشكل هذا بإذن الله تعالى. بس قبل لا نطلع فاصل بس أحب أقول لك كلمة أخوي الغالي، إيه؟ اسمع أغنية طبعا. لحنها لأبو خالد عبد الكريم عبد القادر، اسمها ميزة العشاق، إيه؟ من الأغاني الجدا جميلة والرائعة، اسمعها. ميزة العشاق إذا ماني غلطان مرت عليه وسمعت عمل كل الأعمال عموما لأبو خالد جميلة، سواء الله يطول فيها أو في حمد إن شاء الله بعد له خط إن شاء الله سير ان شاء الله نشوفه في يعني في المقامات العليا من الفنانين ان شاء الله باذن الله. واحنا سعيدين يا عبد المجيد بالتواصل معك، وسعيدين بالبرنامج الجميل اللطيف هذا اللي ما تلقاه بإذاعة صراحه، يعني برنامج هادي، اغاني جميله، اسلوب جميل في الاداء والتقديم منك الله يطول عمرك، ويعني شيء اسعدنا يا اختي. انا اتمنى يستمر هالبرنامج بعد اربع ساعات على الهواء لايف، يعني الله يطول عمرك، شهادة اعتز فيها يا الغالي. الله يعافيك، والعكس انت ولدنا يعني، ما طاسان من عيالنا يعني ما انت بعيد عنا. الله يطول لازم تتحالف معك. اتشرف يا الغالي، اتشرف، الله يطول عمرك، وان شاء الله نكون على تواصل يا الغالي، ربي يعزك. ان شاء الله يا حبيبي، ان شاء الله. شكرا لك على كلامك الجميل. شكرا للغالي على كلامه الجميل والرائع اللي اسعدنا فيه، وخلونا نسمع ايضا جديد الفنان الكويتي المعروف جاسم محمد واغنية عداني العيب. خلونا نسمع مع بعض وربي يسعدكم، علوا على هذه الأغنية وعيشوا جو. ورجعنا لكم مرة أخرى، ونرحب بكل اللي انضموا إلينا على السمع من مستمعين إذاعتكم إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية. قبل الفاصل سمعنا جديد الفنان الكويتي المعروف جاسم محمد وأغنية عداني العيب، كلمات وألحان الشاعر المعروف علي بوغيث. طبعا انا بس عجبتني تغريده قبل الله نختم، واحد مرسلها لي
يقول عداني العيب يا عبد المجيد، قاعد اسمع أغنية عداني العيب وتابع مباراة الهلال. شكرا لك يا غالي، عداك العيب. شكرا لكل مستمعي إذاعة ألف ألف أم، شكرا لكل من اتصل، شكرا لكل من حاول أن يتصل، شكرا لكل من غرد، شكرا لكل من خصص جزء من وقت لمتابعة برنامج القوافي، شكرا لسمو الأمير بندر بن فهد لما خصنا بعمل الفنانة أميمة طالب أغنية المشاعر، كلمات الشاعرة ملامح وألحان سمو الأمير بندر بن فهد. وكذلك الشكر موصول، الشكر موصول للفنان حمد القطان وأغنية يرضيك اللي هي من كلمات الشاعر عبد الله بن فهد وألحان حمد القطان. والشكر أيضا موصول لأخوي الغالي جاسم محمد اللي خصنا بأغنية عداني العيب من كلمات وألحان علي بوغيل. نودعكم مع أغنية حسين الجسمي تساوي الكل من كلمات الشاعر أحمد الصانع الشاعر الكويتي المعروف وألحان سفير الحان فايز السعيد. وبعد ما تسمعون أغنية تساوي الكل أخليكم مع أخوي الغالي نايف الحمراني وبرنامج الموتر. تصبحون على خير، تصبحون على ما تتمنون، تصبحون أنتم في صحة وسعادة ورغد من العيش. ويا جمهور إذاعة ألف ألف أف أم تساوون الكل وخلونا نسمع حسين الجسمي. كان معكم من أمام المايك عبد المجيد طاسان.